بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي جريد 2، أهلا وسهلا بكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Comparing and ordering three digit numbers and adding by decomposing for the second grade primary first term نظام التعليم الجديد 2.0. تعالوا يا شطار نشوف أول سؤال معانا النهاردة بيقول لي إيه. Complete using bigger than or smaller than or equal. طبعا عرفنا الساينز العلامات دي في جريد 1، وعرفنا إن الفيش ماوس أو بق السمكة بتفتح بقها ناحية البيجر الكبير وتدي بوز وتبوز في وش الإيه السمولر. تعالوا نشوف question number 1 بيقول لي 437 or 457. طبعا ده 3 digit number وده 3 digit number، يبقى بعمل ايه بقى؟ نواري يا 100، بعمل لمبة كده بتنور حوالين ال 100، بسركل ال 100s عشان اشوف مين البيجر. لقيت هنا 400 وهنا 400 equal. طب اعمل ايه بعد كده؟ ابص على التنس، هنا 3 tens وهنا 5 tens. ال 5 tens طبعا هي البيجر، يبقى ال 457 هي البيجر، يبقى الساين بتاعتي هتضحك لل 457. سهلة جدا. question number 2 بيقول لي 517 or 507. نواري يا 100، لقيت هنا 500 هنا 500، بعمل ايه بعد كده؟ هنبص على التنس، هنا 1 tens هنا 0 tens. لا، ال 1 tens طبعا اكبر من ال 0 tens، يبقى ال 517 هو البيجر. تمام. question number 3 بيقول لي 546 or 654. ها نواري يا 100s، هنا 500s هنا 600s. واضح جدا ان ال 600s هي البيجر، يعني 654 ها هي الاكبر، يعني العلامة بتاعتي هتضحك لل 654. question number 4 بيقول لي 620 or 420. نواري يا 100s، هنا 600s هنا 400s. ال 600s هي الاكبر، يبقى ال 620 هي البيجر. تمام. question number 5 625 or 628. نواري يا 100s، هنا 600s هنا 600s equal. هبص على التنس، هنا 2 tens هنا 2 tens برضو equal. هنبص على الوانس، هنا 5 ones هنا 8 ones. ال 628 هو البيجر. تمام. question number 6 بيقول لي 510 or 501. ها نواري يا 100s، هنا 500s هنا 500s equal. هنا 1 tens هنا 0 tens. طبعا ال 1 tens اكبر من ال 0 tens، يبقى ال 510 هو البيجر. تمام. question number 7 بيقول لي 725 or 725. نواري يا 100s، 700 700 2 tens 2 tens 5 ones 5 ones. واضح جدا ان ال 2 numbers equal. شطار، برافو عليك. question number 8 بيقول لي 862 or 628. نواري يا 100s، هنا 800s هنا 600s. واضح جدا ان ال 800 هي البيجر. تمام. question number 9 بيقول لي 770 or 777. نواري يا 100s، هنا 700s هنا 700s equal. هنا 7 tens هنا 7 tens equal. هنا 0 ones هنا 7 ones. ال 777 هو البيجر، يبقى الساين بتاعتي هتضحك لل 777 وتبوز لل 770. سهلة جدا. question number 10 بيقول لي 499 or 499. نواري يا 100s، هنا 400s هنا 400s equal.
هنا 9 tens هنا 9 tens equal هنا 9 ones هنا 9 ones واضح جدا ان التو نمبرز equal. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. complete using bigger than smaller than or equal. طب number one بيقول لي 948 or 900 plus 48. طبعا النمبر ده مش في الستاندرد فورم، في الاكسباندد فورم. عاوزين نلحمه، تعالوا نكتبه بقى. ها ادي 900 بلس 48 يبقى في الستاندرد فورم 948. طب 948 ولا 948؟ واضح جدا ان التو نمبرز ايكوال، سهله جدا. كويستشن نمبر 2 بيقول لي 3 ones بلس 7 tens بلس 200 or 273. تعالوا بقى ايه نجيب الستاندرد فورم بتاع النمبر ده. ها 273 or 273. برافو عليكم، ايكوال، تمام. question number 3 بيقول لي 232 or 232. تعالوا نكتب النمبر ده بالايه؟ بالديجيتس. 232 ادي 232 or 232. واضح جدا ان التو نمبرز برضو ايكوال، تمام. question number 4 800 plus 20 plus 5 or 800 plus 50 plus 2. تعالوا نجيب الستاندرد فورم for each number. ها ادي 825. طب وده 852. هنا 800 هنا 800 هنا 2 tens هنا 5 tens. يبقى النمبر ده هو البيجر، تمام. question number 5 1 بلس 4 بلس 0. الكويستشن ده يا شطار من الاسئله اللي بتوقع ناس كتير جدا. اللي يشوف النمبر ده يقول عليه 140. طبعا الكلام ده رونج، غلط. ليه؟ لان ده 1 ones مفيش قدامه زيروز. لو في قدامه 2 زيروز كنا قلنا ان ال1 ده 100. كذلك ال4 دي يا مستر مفيش قدامها زيروز، يعني 4 ones. 1 ones بلس 4 ones equal 5 ones بلس 0 هيطلع في الاخر كل اللي احنا شايفينه ده equal 5 ones. طب 5 ones ولا 140؟ ال 5 ones ده 1 digit number، عدد مكون من 1 digit، وال 140 ها 3 digit number، يعني عدد مكون من 3 digits. ها ال 5 ولا ال 140؟ واضح جدا ان ال 140 هو البيجر، سهلة جدا. question number 6 بيقول لي 400 plus 40 plus 4. تعالوا نجيب الستاندرد فورم. ها 444. طب وده برضو ها 400 بلس 44 ها 444. which is greater، مين الاكبر؟ واضح جدا يا مستر ها ان التو نمبرز ايكوال، برافو عليكم. question number 7 بيقول لي ها 714. تعالوا نكتبه بالديجيتس. هنكتب 7 في ال 100 على الشمال، وال 14 طبعا متعودين عليها بتتكتب 1 وجنبها 4. ادي 714 or 619. هنا 700 هنا 600. واضح جدا يا مستر ان ال 700 هي البيجر، سؤال سهل جدا. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. circle the smaller number، حوط النمبر الأصغر. question number 1 بيقول لي 432 or 342. هنا 400 هنا 300. واضح جدا ان ال 300 ها هو ده النمبر اللي سمولر. ال 342 ده هو اللي هنسركله، سهلة جدا. question number 2 بيقول لي 749 or 789. هنا 700 هنا 700 equal.
هنا 4 تنس، هنا 8 تنس. آه الفور تنس هي السمولر يا مستر، يبقى أنا هسيركل الـ 749 عشان هو الأصغر. question number 3 بيقول لي 505 or 550، هنا 500، هنا 500 equal، هنا 0 تنس، هنا 5 تنس. الزيرو تنس طبعا هو السمولر، يبقى أنا هسيركل الـ 505 عشان هو السمولر. question number 4 بيقول لي 817 or 871، تعالوا نشوف. هنا 800، هنا 800 equal، هنا 1 tenths، هنا 7 tenths. ال 1 tenths هو السمولر، يبقى أنا هسيركل ال 817 عشان هو السمولر. question number 5 بيقول لي 102 or 99، طبعا ال 102 ده 3 digit number، عدد مكون من كام رقم؟ من 3 digits. وال 99 يا مستر 2 digit number. اه ال 2 digit number طبعا معروف ان هو الايه؟ السمولر. question number 6 749 or 777، هنا 700، هنا 700، هنا 4 tenths، هنا 7 tenths. ال 4 tenths هو السمولر، يبقى انا هسيركل ال 749 يا مستر عشان ده النمبر اللي سمولر. question number 7 404 or 444، هنا 400، هنا 400 equal، هنا 0 tenths، هنا 4 tenths. الزيرو تنس هو السمولر، يبقى انا هسيركل ال 404 عشان هو السمولر يا مستر. question number 8 266 or 622، هنا 200، هنا 600. واضح جدا ان ال 200 هي الايه؟ السمولر، يبقى انا هسيركل ال 266. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. بيقول لي سيركل ذا جريتر نمبر، حوط النمبر الاكبر. نشوف نمبر 1 بيقول لي 365 or 265، هنا 300، هنا 200. ال 300 هي البيجر، يبقى انا هسيركل ال 365. question number 2 بيقول لي 698 or 986، هنا 600، هنا 900. طبعا ال 900 هي اللي تكسب، يبقى انا هسيركل ال 986، سهله جدا. question number 3 بيقول لي 256 or 265، هنا 200، هنا 200 equal، هنا 5 tenths، هنا 6 tenths. ال 6 tenths هي الايه؟ اكبر من ال 5 tenths، يبقى 265 هو البيجر. question number 4 895 or 985، هنا 800، هنا 900. ال 900 طبعا هي البيجر، يبقى انا هسيركل النمبر ده. question number 5 بيقول لي 535 or 355، هنا 500، هنا 300. ال 500 هي البيجر، يبقى انا هسيركل النمبر ده. question number 6 بيقول لي 369 or 631، هنا 300، هنا 600. ال 600 هي البيجر، يبقى انا هسيركل النمبر ده. question number 7 53 or 140، ده 2 digit number with a 3 digit number. طبعا اتفقنا ان ال 3 digit number اكبر من ال 2 digit number، يبقى انا هسيركل ال 140. question number 8 83 or 86، ده 2 digit number with a 2 digit number. تعالوا نشوف، هنا 8 tenths، هنا 8 tenths equal، هنا 3 ones، هنا 6 ones. يبقى ال 86 هو البيجر، عشان كده هسيركل ال 86. تعالوا بقى نشوف الاسندنج اوردر والديسندنج اوردر. يلا يا شطار،
arrange the following numbers. رتب النمبرز اللي جايه دي. 514 473 540 437 عاوزني ارتبهم مره ascending order من الصغير للكبير from the smallest to the biggest ومره descending order يعني from the biggest to the smallest. تعالوا نشوف. طبعا السؤال ده دايما بيتحل بطريقه نور يا هندردز. هنور الهندردز طبعا. لقيت هنا 500 400 500 400 واضح جدا ان ال 400 اصغر. بس انهي 400 الاصغر بقى؟ ال 400 اللي بعدها 7 تنس ولا ال 400 اللي بعدها 3 تنس؟ هو النمبر ده الاصغر. يبقى انا هكتب ال 437 في الاول. بعد كده ال 473 فاضل عندي 500 و 500. انهي 500 الاصغر؟ ال 500 اللي بعدها 1 تنس ولا ال 500 اللي بعدها 4 تنس؟ طبعا ال 500 اللي بعدها 1 تنس، يعني النمبر ده هو السمولر. يبقى انا هكتب 514 اكبر حاجه طبعا 540. كده انا رتبتهم ascending order يعني from the smallest to the greatest او from the smallest to the biggest. لما اجي بقى ارتب descending order هنعكسهم. يبقى انا هبتدي بالايه؟ بالجريتست اول حاجه 540، الاصغر منه على طول 514، الاصغر منه على طول 473، اصغر حاجه فيهم ال 437 بكل سهوله. question number 2 698 986 896 689. نور يا هندردز. هنعمل اللمبة طبعا اللي بتبين لي كل حاجة. 600 900 800 600. يلا يا شطار، واضح جدا مين اللي سمولست. ها ال 600، بس انهي فيهم؟ ال 600 اللي بعدها 9 تنس ولا ال 600 اللي بعدها 8 تنس؟ شطار، ال 689 هو اللي هيتكتب الاول. بعد كده ال 698. طيب ها في 900 وفي 800، مين الاصغر اللي هيتكتب؟ ال 896. اكبر حاجه عندي فيهم مين؟ ال 986. descending order يبقى هنعكسهم من الكبير للصغير from the greatest to the smallest. اكبر حاجه عندي ال 986، الاصغر منه على طول 896، الأصغر منه على طول الـ 698. الـ smallest number فيهم بقى أصغر number اللي هو الـ 689 بكل بساطة. question number 3 987 978 897 798. طبعا الطريقة اللي متعودين عليها. نواري يا هندردز، نوري يا هندردز. يلا مين اللي سمولست؟ ال 900 ولا ال 900 ولا ال 800 ولا ال 700؟ شطار، ال 700 هي السمولست. يبقى انا هبتدي بالنمبر ده 798. مين اللي اكبر منه على طول؟ ها ال 900 ولا ال 900 ولا ال 800؟ اصغر واحد فيهم اللي هو ال 897. طب في عندي هنا 900 وهنا 900، مين الأصغر؟ ال 900 اللي بعدها 8 تنس ولا ال 900 اللي بعدها 7 تنس؟ اللي بعدها 7 تنس، يعني 978. أكبر حاجة فيهم 987. تعالوا بقى نرتبهم descending order، يعني من الـ greatest للـ smallest. أكبر حاجة عندي الـ 987، الأصغر منه على طول الـ 978، أصغر منه على طول الـ 897، أصغر حاجة الـ 798 بكل سهولة. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. complete in the same pattern، أكمل بنفس الباترن بنفس التسلسل. number 1 350 360. واضح جدا ان الهندردز زي ما هي
الفايف تنس بقت سيكس تنس، معنى كده ان انا كل مرة يا مستر بزود وان على خانة التنس، يبقى 360 هيبقى اللي بعدها على طول 370، بعدها 380، وهكذا. question number 2 808 809. طبعا ال 108 زي ما هي، التنس 0 زي ما هي، الوانس كانت 8 وبعدين بقت 9، يعني كل مرة بزود على الايه؟ على الوانس 1، يبقى اللي بعد ال 809 ها 810 811. سهلة جدا. question number 3 650، وبعدين number، وبعدين 850، وبعدين 950. واضح جدا ان ال hundreds هي اللي بتزيد، ال 800 بقت 900، يعني كل مرة بزود على ال hundreds 1. ال 600 لما تزيد 1 هتبقى 750. سهلة جدا. question number 4 234 245. تعالوا نلاحظ ال 200 لقيتها زي ما هي، ما حصلهاش حاجة. ال 3 tens بقت 4 tens، زادت 1، خليكوا فاكرين، يبقى أنا زودت 1 على ال tens. طب ال 4 ones بقت 5 ones، برضو ال ones هي كمان زادت 1، يبقى أنا كل مرة بزود 1 على ال tens و 1 على ال ones. طب تعالوا بقى نشوف النمبر اللي بعده، ها ال 4 لما هتزيد 1 هتبقى 5، وال 5 لما تزيد 1 هتبقى 6، يبقى النمبر اللي جاي هيبقى ايه؟ 256. ال 5 وال 6 بس هما اللي هيزيدوا، هتبقى 267. سهلة جدا. question number 5 404، وبعدين number، وبعدين 606 707. واضح جدا ان ال hundreds وال ones هما اللي بيزيدوا. طيب ال 4 وال 4 لما زود ال 4 دي 1 وال 4 دي 1 هتبقى دي 5 ودي 5، يبقى النمبر اللي جاي هيبقى ايه؟ 505 بكل سهولة. question number 6 بيقول لي ها 540 530. ال 500 ما حصلهاش حاجة، ال 4 tens بقت 3 tens، decreased by 1، نقصت 1. طب ال 3 لما هتنقص 1 هتبقى كام؟ هتبقى 2، يبقى النمبر اللي جاي هيبقى 520، بعدها 510، بعدها 500، and so on. question number 7 بيقول لي 900 700. واضح جدا ان ال 100 حصل لها ايه يا مستر؟ كانت 9 وبقت 7، يعني decreased by 2، ال 100 نقصت 2. طب ال 7 لما تنقص 2 هتبقى كام يا شطار؟ هتبقى 5، يبقى النمبر اللي جاي هيبقى 500. ال 5 لما تنقص 2 هتبقى 300، and so on. question number 8 بيقول لي 678 567. ايه ده؟ ال 6 بقت 5، نقصت 1، ال 7 بقت 6، نقصت 1، ال 8 بقت 7، نقصت 1. يبقى انا معنى كده يا مستر ال 100 هتنقص 1، التنس هتنقص 1، الوانس هتنقص 1، بننقص 1 من كل واحدة فيهم. الفايف لما هتنقص 1 هتبقى 4، السيكس لما تنقص 1 هتبقى 5، السيفن لما تنقص 1 هتبقى 6، يبقى النمبر اللي جاي هيبقى كام؟ 456، وبعدها 345. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. complete number 1 300 equal how many hundreds. طبعا احنا عارفين كويس قوي ان كلمة hundreds لما تقعد برا بتخطف مني 2 zeros، يعني هتخطف ال 2 zeros دول. مين اللي فاضل؟ ال 3. تمام. طيب question number 2 بيقول لي 500 equal how many tens. كلمة tens طالما قاعدة برا يا مستر يبقى بتخطف مني ايه؟ 1 zero. يبقى النمبر اللي فضل كام يا مستر؟ ال 50. برافو. طب 250 equal how many tens. كلمة tens بتخطف كام زيرو يا مستر؟ اتفقنا انها لو برة بتخطف، لو قاعدة جوه ها بتسيب زيرو. طالما كلمة tens قاعدة برة يبقى هتخطف مني الزيرو ده،
يبقى هيتفضل كام؟ هيتفضل 25. طب بيقول لي في question number 4 7 hundreds، هنرفع ال 7 لفوق. كلمة hundreds بتمشي وتسيب مكانها ايه؟ 2 zeros. برافو، عشان قاعدة في الأول يبقى بتسيب zeros. كلمة hundreds بتسيب 2 zeros. ببص بره لقيت كلمة tens قاعدة مستنياني، هتخطف مني كام زيرو؟ هتخطف مني 1 زيرو. يبقى النمبر اللي فضل كام يا مستر؟ 70. برافو. 40 tens equal how many hundreds؟ هنرفع ال 40 لفوق. كلمة tens بتمشي وتحط لي 1 زيرو. طب كلمة hundreds قاعدة لي بره، هتخطف مني كام زيروز؟ هتخطف مني ال 2 زيروز دول. مين اللي فضل؟ ال 4. برافو. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. complete the table. table يعني جدول، يعني اكمل الجدول. مديني some numbers وبيقول لي بقى اعمل لكل number مرة add 1، مرة add 10، مرة add 100. add طبعا يعني اجمع، يعني زود، يعني plus. طالما قال لي 1 يبقى بزود 1 على خانة ال 1s. طالما قال لي add 10 يبقى اللي بيزيد مين؟ بنزود 1 على خانة ال 10s. لو قال لي add 100 يبقى بنزود 1 على خانة ال 100s. تعالوا نشوف. أول نمبر معانا 125. add 1 مين اللي هيزيد؟ ال 1s. ال 5 لما هتزيد 1 هتبقى 6، يبقى النمبر هيبقى 126. سهلة جدا. add 10 مين اللي هيزيد؟ ال 10s. ال 2 10s لما تزيد 1 هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 135. سهلة جدا. add 100 مين اللي هيزيد يا شطار؟ ال 100s. ال 100 لما تزيد 1 هي كمان هتبقى 2، يبقى النمبر هيبقى 225. بكل سهولة. another question 326. add 1 عاوزني ازود 1، ال 6 طبعا ال 1s هي اللي هتزيد 1 هتبقى 7، يبقى الانسر هيبقى 327. add 10 اللي هيزيد ال 2 10s هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 336. add 100 يبقى اللي هتزيد ال 100s، ال 3 لما هتزيد 1 هتبقى 426. 23 add 1 مين اللي هيزيد؟ ال 1s. ال 3 لما تزيد 1 هتبقى 4، يبقى النمبر هيبقى 24. بكل سهولة. add 10 مين اللي هيزيد يا شطار؟ ال 10s. ال 2 لما تزيد 1 هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 33. add 100 طب ال 100s هنا مفيش، يعني 0. لما نزود عليه 1 هينزل ال 100 زي ما هو، هيبقى النمبر بتاعنا بقى 123. بكل سهولة. طب نشوف كمان نمبر 45. add 1 ال 1s هي اللي هتزيد، ال 5 لما تزيد 1 هتبقى 6، وال 4 will be down يعني 46. add 10 ال 10s هتزيد 1، ها ال 4 لما تزيد 1 تبقى 5، يبقى النمبر بتاعنا هيبقى 55. add 100 مفيش 100s، يعني هينزل ال 100 جنبهم زي ما هو، هيبقى النمبر 145. نشوف كمان نمبر 764. بيقول لي add 1 طبعا اللي هيزيد ال 1s، ال 4 لما تزيد 1 هتبقى 5، يبقى النمبر هيبقى 765. add 10 اللي هتزيد ال 10s، ال 6 لما هتزيد 1 هتبقى 7، يبقى النمبر هيبقى 774. add 100 ها اللي هيزيد ال 100s، ال 7 لما تزيد 1 هتبقى 8، يعني النمبر هيبقى 864. number 245 add 1 اللي هيزيد ال 1s، ال 5 لما تزيد 1 هتبقى 6، يبقى النمبر هيبقى 246. add 10 يبقى اللي هتزيد ال 10s، ال 4 لما تزيد 1 هتبقى كام يا شطار؟ هتبقى 5 يا مستر، يبقى النمبر هيبقى 255. add 100 اللي هتزيد ال 100s، ال 2 لما تزيد 1 هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 345. 36 add 1 اللي هتزيد ال 1s،
السكس لما تزيد 1 هتبقى 7، يبقى النمبر هيبقى 37. آد 10 اللي هيزيد التنس، الثري لما تزيد 1 هتبقى 4، يبقى النمبر هيبقى 46. آد 100 ها طبعا اللي هيزيد الهندردز. طب هنا يا مستر ما عندناش هندردز، الهندردز هنا زيرو، يعني ال 100 هينزل يقف جنب ال 36 هيخليهم 136. 73 add 1 اللي هتزيد ال 1s، ال 3 لما تزيد 1 هتبقى 4، يبقى النمبر هيبقى 74. add 10 اللي هتزيد ال 10s، ال 7 لما تزيد 1 هتبقى 8، يبقى النمبر هيبقى 83. add 100 مفيش 100 يا مستر، يعني ال 100 هينزل يقف جنب ال 73 هيخلي النمبر 173. another question بس بالماينس، تعالوا نشوف ازاي. بيقول لي برضو complete the table، كمل التيبل بس المرة دي بقى بالsubtract. subtract يعني ماينس، يعني هننقص. بيقول لي subtract 1 نقص 1 يعني اللي هتنقص ال 1s، subtract 10 يعني اللي هتنقص ال 10s، subtract 100 يعني اللي هتنقص ال 100s. تعالوا نشوف النمبرز اللي معانا. 365 subtract 1 يعني اللي هتنقص ال 1s اللي هي ال 5، ال 5 لما تنقص 1 هتبقى كام يا شطار؟ هتبقى 4، يبقى النمبر هيبقى 364. طب subtract 10 مين اللي هينقص؟ التنس يا مستر اللي في النص، السكس هتنقص 1 هتبقى 5، يبقى النمبر هيبقى 355 بكل سهولة. subtract 100 اللي هتنقص الهندردز، الثري هندرد لما تنقص 1 هتبقى 2، يبقى النمبر هيبقى 265. طب نشوف كمان نمبر 211 subtract 1 طبعا ها ال 1 once هينقص 1 هيبقى 0، وبقية النمبر will be down، يعني النمبر هيبقى 210. subtract 10 اللي هتنقص خانة التنس، ال 1 اللي في النص ده هينقص 1 هيبقى ايه؟ هيبقى 0، يعني الانسر هيبقى 201. subtract 100 ها اللي هتنقص ال 100s، ال 2 لما تنقص 1 هتبقى 1، يبقى النمبر هيبقى 111. 924 subtract 1 اللي هتنقص ال 1s، ال 4 لما تنقص 1 هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 923. subtract 10 اللي هتنقص خانة ال 10s، ال 2 10s لما تنقص 1 هتبقى 1، يبقى النمبر هيبقى 914. subtract 100 اللي هتنقص خانة ال 100s، ال 900 لما تنقص 1 هتبقى 8، يبقى النمبر هيبقى 824. نمبر 888 بيقول لي subtract 1 اللي هتنقص خانة ال 1s، ال 8 لما هتنقص 1 هتبقى 7، يبقى النمبر هيبقى 887. subtract 10 اللي هتنقص خانة ال 10s اللي في النص، ال 8 لما هتنقص 1 هتبقى 7، النمبر هيبقى 878. subtract 100 اللي هتنقص خانة ال 100s، ال 8 لما تنقص 1 هتبقى 7، يعني النمبر هيبقى 788. 236 subtract 1 اللي هتنقص خانة ال 1s، ال 6 لما تنقص 1 هتبقى كام يا شطار؟ هتبقى 5 يا مستر، يعني النمبر هيبقى 235. subtract 10 مين اللي هينقص يا شطار؟ ال 10s يا مستر، ال 3 لما تنقص 1 هتبقى 2، يعني النمبر هيبقى 226. subtract 100 مين اللي هينقص يا حلوين؟ ال 100s يا مستر، ال 2 لما تنقص 1 هتبقى 1، يعني النمبر هيبقى 136. 159 subtract 1 اللي هتنقص ال 1s، ال 9 هتنقص 1 هتبقى 8، يعني النمبر هيبقى 158. subtract 10 اللي هتنقص خانة ال 10s، ال 5 هتبقى 4، يعني النمبر هيبقى 149. subtract 100 اللي هتنقص خانة ال 100s، طب ال 100s فيها 1، ال 1 لما ينقص 1 هيبقى 0،
يعني ال hundreds مشيت خلاص، النمبر اللي فضل معايا كام يا مستر؟ 59 بس يا مستر. طب 669 بيقول لي subtract 1، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 1s، ال 9 لما تنقص 1 هتبقى 8، يعني النمبر هيبقى 668. subtract 10، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 10s، ال 6 لما تنقص هتبقى 5، يبقى النمبر هيبقى 659. subtract 100، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 100s، ال 600 لما تنقص 1 هتبقى كام؟ هتبقى 500، يعني هيبقى النمبر 569. طب 716، subtract 1، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 1s، ال 6 لما تنقص 1 هتبقى 5، يعني النمبر هيبقى 715. subtract 10، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 10s، ال 1 لما ينقص 1 هيبقى 0، يعني النمبر هيبقى 706. subtract 100، ايه اللي هتنقص؟ خانت ال 100s، ال 7 لما تنقص 1 هتبقى 6، يعني النمبر هيبقى 616. تعالوا بقى يا شطار نفتكر الـ decomposing 2 digit numbers، يلا بينا. بيقول لي complete 42، لما اجي اعمل لل 42 decomposing يعني الـ expanded form، احنا قلنا 42 يعني equal 40 plus 2 4 tens and 2 ones، لما اجي اعمل لها representation الـ tens 4 يبقى هعمل في الـ tens هنا 4 sticks او 4 bars، هدي 1 2 3 4، وال ones 2 بعمل 2 squares في ال ones، النمبر كده اسمه 42 بكل سهولة. طب نشوف question number 2 37، ها قلنا 37، ادي 30 وادي 7، يلا نعمل representation. ال 30 عبارة عن 3 sticks في ال tens، 3 عصيانة هم في التنس، ها وال 1 7، يبقى برسم في ال 1 7 سكويرز، ادي 1 2 3 4 5 6 7، سهلة جدا. طب نشوف question number 3 ال 56، ها ادي ال 50 وادي ال 6، يلا نعمل representation. التنس هعمل كام ستيكس؟ 5 يا مستر، وال 1 هعمل كام سكويرز؟ 6 يا مستر، بكل سهولة. تعالوا نشوف سؤال على الـ decomposing، يلا بينا. بيقول لي complete as the example، أكمل كما في المثال. الـ example بيقول لي حسن بوت 23 chocolate cookies، حسن اشترى 23 chocolate cookies. He also bought 35 vanilla cookies، واشترى كمان 35 vanilla cookies. How many cookies does حسن have in all؟ حسن اشترى 23 chocolate cookies واشترى كمان 35 فانيلا cookies. طيب اول نمبر عندي اللي هو 23، لما اجي اعمل له representation ال 2 tens ادي 2 sticks في ال tens، وال 3 ones ادي 3 squares في ال ones، ال 23 لما اجي اعمل له decomposing هيبقى 23، ادي ال 20 وادي 3. النمبر الثاني اللي هو 35، لما اجي اعمل له representation ادي 3 ستيكس في التنس اللي هم 30، وادي ال 5 ونس ادي 5 سكويرز في الونس اللي هي ال 5. لما اجي اعمل لل 35 ديكومبوزنج ال 35 ادي 30 وادي 5. تعالوا نعمل بقى بلس 3 ونس بلس 5 ونس، احنا طبعا وي بيجن وذ ذا ونس، بعد ال 5 6 7 8 ادي ال 8، 2 تنس بلس 3 تنس بعد ال 3 4 5، يبقى طلع حسن اشترى كله كام كوكيز؟ 58 كوكيز. لما اجي اعمل لها representation ها ال 58 ادي 5 ستيكس في التنس دول ال 50، وادي ال 8 سكويرز في الونس ادي ال 8، يبقى ادي 58. لما اجي اعمل لها decomposing بقى 58 ادي ال 50 لوحدها وال 8 لوحدها. طب تعالوا نشوف سؤال على نفس الطريق، ها بيقول لي مريم found 68 seashells on the beach، يعني مريم لقت 68 القواقع، عارفين القواقع اللي بنلاقيها في المصيف على الشاطئ، مريم لقت 68 قوقعة. her sister واختها found 21 seashells، how many seashells did they find in all،
واختها لقت 21. طب تعالوا نشوف النمبرز اللي معانا. مريم لقت كام يا مستر؟ 68. واختها لقت كام سيشيلز؟ 21. ادي النمبر الاولاني 68 اهو. تعالوا بقى نعمل له ريبريزنتيشن. 68 التنس طبعا 6 ستيكس والوانس 8 سكويرز. تعالوا نعمل له ديكومبوزنج. ادي 68 عباره عن ايه وايه؟ يلا يا شطار ها، احنا بنقول 68 يبقى ال 60 لوحدها وال 8 لوحدها. برافو عليكم. النمبر الثاني اللي هو 21 تعالوا نعمل له ريبريزنتيشن. ها التنس طبعا 2 يبقى هرسم في التنس 2 ستيكس. الوانس 1 يبقى انا هرسم في الوانس 1 سكوير، سهله جدا. طب تعالوا ها نعمل له ديكومبوزنج. ال 21 ها لسه قايلين اهو 21 20 لوحدها 1 لوحده. تعالوا نجمع بقى يا حلوين عشان نعرف ايه جمعوا كام سيشلز. ها 8 وانس بلس 1 وانس بعد ال 8 9، يبقى الوانس بقت 9. 6 تنس بلس 2 تنس بعد ال 6 7 8، يعني النمبر بقى 89. تعالوا نعمل له ريبريزنتيشن. ها 89 في التنس هعمل 8 ستيكس وفي الوانس هعمل 9 سكويرز. ادي ال 89. تعالوا نعمل له ديكومبوزنج. ها ادي ال 89 يلا يا شطار بسرعه. قلنا ايه؟ ادي ال 80 وادي ال 9. في نهاية درس النهاردة يا حبايبي بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا جدا. With my best wishes and goodbye.